سيدنا عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى مع النبي يقول: كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفجأة النبي صلى الله عليه وسلم يقطع حديثه ويقول: يدخل الآن عليكم رجل من أهل الجنة، اللهم اجعلنا هذا الرجل، قولوا آمين. وفي يوم التالي يقطع النبي حديثه ويقول: يدخل الآن عليكم رجل من أهل الجنة، فيدخل الرجل هو يقطر ماء الوضوء من لحيته. وفي اليوم الثالث يقطع النبي صلى الله عليه وسلم حديثه ويقول: يدخل الآن عليكم رجل من أهل الجنة، فيدخل الرجل هو على هيئته. فيقول سيدنا عبد الله بن عمرو: والله ما هذا ليست عن طريق الصدفة، وإن لهذا الرجل شأن عظيم. فجاءه وقال له: يا عماه، والله لقد كانت بيني وبين أبي خصومة، فأقسمت ألا أبت عنده ثلاثا. قال له هذا الرجل: تفضل يا ولدي، ورحب به. فيقول سيدنا عبد الله بن عمرو: فبدأت أرفض عبادته، فكأنما تقل عبادته. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان من أعمل الناس، حتى أنه في يوم من الأيام قال: يا رسول الله، إني أريد أن أختم القرآن في ليلة أو في يوم. قال: يا عبد الله، بل في شهر، يعني تختم القرآن كل شهر مرة. قال: يا رسول الله، أستطيع. قال: يا عبد الله، بل في جمعة، يعني كل أسبوع تختم القرآن مرة. قال: يا رسول الله، أستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل في ثلاثة أيام. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما فهم القرآن من قرأه في أقل من ذلك. سيدنا عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص لما تطلع عبادة الرجل قال له: يا عمه، والله ما كانت بيني وبين أبي خصومة، غير أن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقطع حديثه ثلاثا ويقول: يدخل الآن عليكم رجل من أهل الجنة، فتكون أنت. فيقول له هذا الرجل: يا ولدي، إن عبادتي على ما ترى، ولكني أبيت ليلتي وأنا سليم الصدر على المسلمين، لا أحمل في صدري جلد ولا حقد ولا حسد لأي أحد من المسلمين. فقال سيدنا عبد الله بن عمرو: هي التي بها بلغت، هي لي سبب دخولك الجنة، وتلك التي لا نطيقها.